خليني أخذكم على هذا الخبر. طبعا أسباب فسخ عقد النكاح كثيرة ومختلفة. بحسب صحيفة سبق، امرأة بمكة المكرمة رفعت دعوى بفسخ عقد النكاح بسبب عدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج والسماح لها بإكمال دراستها، واللي تشوف إنها سبب مقنع لطلب الطلاق. شاطرة. صح، أنا شوفي يا رؤودي أنا معاكي، لأنها من حقها ومن أساسيات الحياة إن تعليمي أولا وكياني وهذا، وهي شرطته كان موجود هذا الشرط مكتوب في عقد النكاح وهو أخل بهذا الشرط، فأنا أقول نفس الشيء هو حقها. ولكن اليوم كنت أشوف خطبة الجمعة وكان الشيخ السديس بيتكلم عن الطلاق والاستهانة والتهاون في الطلاق، وأصبح الطلاق حاجة مرة سهلة. يعني لازم نرجع للأساسيات، مو كل حاجة في الحياة طلقني. أنا قلت لك أنا معاها السيدة دي لأنها كتبت الشرط. شوفي أنا بقول لك شيء، وضعنا الآن اختلف عن السابق. لما البنت ما تكمل دراستها هذا يعني هذا حق شيء من حقوقها كبير طبعاً. يعني هي مو انها قاعد تقول ما جاب لي سياره بتطلق عشان ما جاب لي سياره، ولا ما حط لي بيت بتطلق عشان ما حط لي دراستها، هذا مستقبل حياتها كلها. يعني هو بالاول وبالاخير رجل، ما حد يدوم لحد. دراستك كلام. تعليمك مهنتك صنعتك اللي بايدك هي اللي دامك. انا لي تعليق على الخبر، انا احييها جدا 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 هذه البنوته.